يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. طبعا مع دخول المدارس الوقت الصعب اللي احنا فيه ده، في بعض الاطفال للأسف بيجي لهم حالة من الخوف والقلق ان هم هيروحوا مكان هم مش عارفينه، هيروحوا مكان جديد هيقعدوا فيه فترة طويلة، هيبعدوا عن بابا وماما، هيبعدوا عن اخواتهم، هيبعدوا عن المكان اللي هم متعودين عليه واللي هم بيحسوا فيه بالأمان. طبعا أكيد بيخافوا ان هم يتعاملوا مع المجتمع الجديد ده، فإحنا لازم يكون عندنا حاجات نعملها مع ولادنا علشان خاطر نقدر نعودهم ان هم يندمجوا مع المجتمع ده من غير ما يحسوا بخوف أو من غير ما يحسوا بقلق، وكمان علشان يحبوه. حاجات زي مثلا ان احنا لازم ننمي مهاراتهم الذاتيه، هم بنفسهم يعرفوا يعتمدوا على نفسهم، يعرفوا يغيروا هدومهم لوحدهم، يعرفوا يحطوا هدومهم في مكانها في المكان المخصص ليها، ياكلوا نفسهم، يروحوا التواليت لوحدهم. طبعا ده انا بتكلم فيه على الاطفال اللي اول مره بيروحوا مدرسه، يعني اللي هو كي جي 1 والحضانه، عشان دول هم اللي بيبقى عندهم حته الخوف والقلق دي، وممكن يكونوا مش بيبينوها او مش بيعبروا عنها بشكل واضح وصريح، بس بتبين في التصرفات احنا مش فاهمينها. فلازم نكون عارفين ان ولادنا قلقانين في الفتره دي من مروحهم للمدرسه، المكان اللي ممكن يكون بالنسبه لهم غريب عليهم. كمان لازم نعودهم برضو ان هم يعرفوا يلتزموا بالقواعد والقوانين شويه، يعني مثلا لازم يكون في مواعيد نوم، مواعيد فرجه على التلفزيون، مواعيد اكل، لازم يكونوا عارفين مواعيد لعب، لازم يكونوا عارفين ان كل حاجه ليها ميعادها ويلتزموا بيها من وهم صغيرين، علشان لما يروحوا المدرسه ما يتضايقوش من فكره بقى الحصص وان في شويه هنلعب فيها وفي شويه هندرس فيها والحاجات اللي زي كده. ولاد كتير بيحصل لهم المشكله دي. وكمان انت كأم لازم تربي او تدربي ولادك على الانفصال عنك بشكل تدريجي. شويه وقت كده في اليوم لازم يكونوا ولادك مش حواليكي، ما يبقوش دايما لازقين فيكي على طول معاكي، لان هو ولادك طول ما هم على طول معاكي، طول ما هم حاسين ان هو ده طبيعي وده مش طبيعي. الطبيعي ان هم بيخرجوا بيطلعوا المجتمع تاني، بيتعاملوا، بيكونوا صداقات، بيشوفوا حياتهم وبيرجعوا البيت، يعني الحياه اللي احنا عارفينها. انما فكره ان هو يفضل لازق فيكي على طول دي انا ما اقدرش ابعد عنه، بينام في حضني وبتاع لحد لما يوصل المدرسه، فيبقى انتوا الاثنين يعني بتتخلعوا من بعض، مش بتسيبي ابنك في المدرسه، لا هو بيبقى احساس كانكم انتوا الاثنين بتتخلعوا من بعض كده، كل واحد فيكم ينفصل عن التاني، وبتبقى مؤلمه عليكم انتوا الاثنين. انت قلبك هيبقى وجعك ان انت سايباه لوحده، ويا ترى هو بيعمل ايه دلوقتي، حاسس بايه دلوقتي، وهو كمان هيبقى حاسس بالرعب ان انت مش حواليه. فعشان كده كمان فكره الحضانه اللي بتبقى قبل المدرسه دي بتبقى فكره كويسه قوي من سن صغيره قوي، يعني من سن سنتين ثلاثه مثلا تودي حضانة، علشان دي أولا بتنمي مهارات الطفل، بتساعدك إن أنت تعوديه على إن هو ياخد باله من فكرة التوقيتات المعينة لكل حاجة، كل حاجة ليها وقتها، بتساعدك إن هو يبقى منظم. فهي الحضانة بتساعدك على حاجات كتير، وأهمها إن هو يبقى ولد اجتماعي أو تبقى بنت اجتماعية، لأنها من سن صغير وسط ناس كتير أو أطفال كتير في نفس السن بيعملوا نشاطات مع بعض، ده بيقوي مهارات الطفل، بيقوي مهارات الكلام، المهارات الاجتماعية، المشي، أي حاجة عندك فيها مشكلة هتلاقي الطفل قدام يتحط في حضانة وسط أطفال شبهه كتير، هتلاقيها بتتغير وبتتطور. فحاولي إن أنت تعملي كده من قبل ما يكون هي خلاص رايح المدرسة بقى اللي هي المدرسة. فدي فكرة إن هو لازم يكون علاقات كمان، يعني هي مش بس إن هو ينفصل عنك، لا هي دي كمان هتخليه يكون علاقات. ولو مفيش إمكانية بالحضانة اللي قبل المدرسة، يبقى ولاد الجيران، ولاد الخالة، ولاد العمة، الأهل، الولاد اللي من سنه خليه في وسطهم أو خليها في وسطهم، علشان تعرف تتعامل وتعرف تتعود على إن هي حواليها ولاد كتير، وتعرف تشوفها تعرف تتعامل إزاي في الوقت ده، وتلحقي برضو لو في حاجات غلط بتتعامل، لو في تصرفات هي لسه مش عارفة تعمل إيه في الموقف ده، تفهميها تعمل إيه وهي لسه قدام عينيكي. وكمان مهم جدا ان انتوا تاخدوا الولاد وتزوروا المدرسه قبل الدراسه عشان يلفوا فيها لفه كده ويتعودوا عليها،
يعرفوا الفصول شكلها عامل ازاي، هيجيبوا اكل منين لو هيشتروا اكل مثلا من المدرسه لو يوم انت مش عامله لهم سندوتشات، هيقعدوا يلعبوا فين، يشوفوا الحاجات اللطيفه اللي في المدرسه، ده هيخليهم يرتبطوا بالمدرسه قوي. واللي هيخليهم كمان يرتبطوا اكتر ان هم بقى ينزلوا معاكوا يشتروا لوازم المدرسه، السبلايز او الادوات بتاعه المدرسه. الحاجات دي بتخلي الطفل يتشجع، زي ما الطفل بينزل يشتري لبس العيد وبيبقى مش قادر ينام علشان خاطر بكره العيد وعايز يلبس اللبس الجديد بسرعه، نفس الفكره، هيشتري اقلام ملونه وشنطه جديده ومقلمه وجزمه ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتخلي الطفل يتشجع، هو عايز ياخد الحاجات الجديده الكتير دي كلها مره واحده ويروح بيها المدرسه. فهتساعدك جدا فكره ان هو او هي تيجي تختار معاكي الحاجه اللي تحبها واللي نفسها فيها. وكمان لازم بقى تعوديهم ان هم يحافظوا على حاجاتهم، يعني الموضوع ده مهم جدا جدا، فكره ان هو يروح بالحاجه وتضيع، حاولي على قد ما تقدري انت تبقي مركزه مع الموضوع ده مره على مره علشان هم كمان يفوقوا لنفسهم وما ينسوش حاجاتهم او يضيعوا حاجاتهم كل شويه. فدي الحاجات البسيطه اللي احنا نقدر نعملها، نحاول بيها ان احنا نعود ولادنا على جو المدرسه عشان كمان يحبوها، لان المدرسه مش بس مكان بنروح نتعلم فيه، المدرسه دي حياه، المدرسه دي فيها اجمل، بنقضي فيها اجمل ايام عمرنا، وبنعمل فيها بنسبه كبيره بتبقى هي الصداقات اللي بتقعد معانا طول عمرنا. فاحنا لازم نكون بنحب الجزء ده من عمرنا او المرحله دي من حياتنا، فاحنا لازم نحبب ولادنا في المدرسه فعلا، نحاول على قد ما نقدر ان هم يبقوا مرتاحين نفسيا في المدرسه، والخطوات دي ممكن تساعدنا وتسهل علينا انه الولاد تتعود على المدرسه وتحبها وما تبقاش قلقانه ولا خايفه من خطوة أول يوم مدرسة. بما أننا بنتكلم برضو عن الأباء والأمهات والفترة اللي احنا فيها برضو اللي هي فيها ضغوطات كتير وفيها صعوبات كتير، فالأباء والأمهات يوميا بيمروا بضغوطات صعبة سواء بقى في حياتهم الشخصية أو المهنية، هم دايما عندهم حالة سعي مستمرة علشان يقدروا يوفروا كل بقى سبل الراحة والرفاهية اللي يقدروا عليها أقصى ما عندهم عشان ولادهم. طبعا مع كل التضحيات دي الاطفال ساعات كتير جدا ما بيبقوش مدركين كم المعاناه اللي بيشوفها الاب والام علشان الولاد تعيش حياه كويسه. للاسف بقى اللي بيحصل انه في بعض الاباء والامهات يبداوا يعبروا عن مشاعرهم السلبيه وبطريقه غير صحيحه، طريقه بتكون مؤذيه، بيعايروهم يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا. فاحيانا بيطلع مننا جمل صعبه لاولادنا وهم على فكره مش فاهمينها ومش فاهمين احنا بنقول ايه، ولا هم شايفين ده ولا مدركين ده، زي مثلا انا شقيان عليك او انا شقيانه عليكم، انا تعبت عليكم، ده احنا بندفع مصاريف المدرسه دي بالعافيه، انت ازاي مش مركز في دراستك، ازاي بتجيب ارقام مش حلوه، درجات مش حلوه، وغيرها بقى من الحاجات اللي بتأثر بالسلب على ثقة الطفل بنفسه واحترامه لنفسه كمان. على فكرة احنا بنقول الكلام واحنا متخيلين احنا بنفضفض او بنقول كده اللي جوانا، بنبعبع يعني كده زي ما بنقول، بس احنا بنقول الكلام ده لولادنا اللي هم في المرحلة دي مش فاهمين احنا في ايه ولا بنعمل ايه ولا بنمر بايه، ولما هيكبروا هيفتكروا الكلام ده وده هيهز ثقتهم بنفسهم. احنا متهيأ لنا ان احنا بنصلح منهم او بنخليهم شخصيات احسن او بنخليهم يحسوا بينا او يحسوا بمعاناه الحياه او ان الحياه مش سهله. ماشي مفيش مشكله، هي الحياه مش سهله وكل حاجه، واحنا ساعات بنقول ده فعلا من قلبنا عشان نحسسهم انه مش كل حاجه بتيجي كده وان الدنيا صعبه، وان عشان نمهد لهم برضو ان الحياه ما هياش كلها بابا وماما هيجيبوا كل حاجه، في هيجي عليك مرحله هتبقى عايز تشتغل هتعمل هيقابلك صعوبات، بس في مراحل صغيرة احنا مينفعش نقول لها الكلام ده. احنا لازم نكون واخدين بالنا من كلامنا واحنا بنقول لولادنا، ده انا عملت، ده انا صرفت، ده انا تعبت، حرام عليك، انت ليه ما بيتمرش فيك، انت كلام. هو اصلا الاطفال تعرف يعني انت ما بيتمرش فيك؟ اكيد لا. الاخطر من الكلام ده، الاخطر من المعايرة دي، المعايرة الاسوأ، ان انا ابقى بقارن ابني بحد تاني، والحد التاني ده ابني برضه، لو بقارنه باخوه او باخته، لو بقارنه بابن خالته بابن عمته بابن عمه، بقارنه بزميل عنده في الفصل،
المقارنات دي مؤذية نفسيا جدا جدا جدا، بتخليهم يحسوا ان احنا مش بنحبهم وان احنا غضبانين منهم وانهم مهما عملوا احنا مش هنرضى وان احنا مش مبسوطين. ففكرة ان انا اقعد اقول له اشمعنى ابن خالتك بيجيب الدرجات النهائية وانت مصروف عليك ومتعوب عليك ومش ناقصك حاجة وكل حاجة عندك وكل حاجة مجابة واحنا تعبانين وما بنقولكش حاجة وانت مش زيه، صعب صعب جدا. كمان في كلام قاسي جدا جدا ساعات بتقوله الأمهات وهي في حالة غضب شديدة، يا ريتني ما خلفتك، انت هو انت ليه مش حاسس بيا، انت ما تستاهلش حاجة، انا مش بحبك دلوقتي، ما تتكلمش معايا تاني. خدوا بالكم على فكرة الكلام ده بيرعب الطفل، طفل او طفلة بيرعبهم، بيحسسهم ان دنيتهم انهارت من حواليهم. لان لما تبقى الام او الاب اللي هم مصدر الامان في الحياة واول الناس اللي يعرفهم الطفل ده في حياته وهم بالنسبة له، هم بالنسبة له كل حاجة، كل حاجة من خلالهم بتحصل كل حاجة، بيعترفوا علانية لي احنا انا ما بحبكش دلوقتي، انا يا ريتني ما كنت خلفتك، انا يا ريتني كنت مش عارف. الحاجات دي كلها رهيبه نفسيا وبتفضل لحد لما بيكبروا. الواحد بيكبر وبيعقل وبيفضل جواه وجع انه اتقال له كلمه زي دي او 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 ندعي على عيالنا حرام عليك ربنا مش عارف يعمل فيك ايه حرام. انسوها بقى فكره الدعاء من على العيال دي، ارجوكوا خصوصا الامهات، ارجوكوا ما تدعوش على عيالكم، ارجوكوا ولا حتى لو بهزار ما تدعوش على عيالكم، لان الدعاء على الولاد ده مؤذي نفسيا جدا جدا جدا، غير انك ما تعرفيش باب السماء امتى هتستجاب الدعوه، وساعتها هتزعلي قوي لما تستجاب الدعوه ايا كانت ايه هي. فخدي بالك جدا من كل كلمه بتقوليها لاولادك انت وابوهم، لان احنا ممكن نخسرهم واحنا مش حاسين احنا خسرناهم ليه، بالرغم ان احنا تعبانين فعلا عليهم قوي، فاحنا ممكن نخسرهم بالكلام البسيط اللي زي ده، او نسيب جواهم اثر نفسي رهيب ما يتشالش مهما كبروا. احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور بوسينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية عشان نعرف برضو تأثير الجمل دي على نفسية الأطفال. ايه اهلا وسهلا بيك يا دكتور بوسينة منورانا. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا بحضرتك منوراني. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور ايه هي اكتر الكلمات المؤذية اللي ممكن الاب او الام يقولوها لولادهم وتأذيهم نفسيا وتفضل موجودة معاهم على مر الزمن؟ اولا لازم اعرف كلنا نبقى عارفين ان الاطفال وجودهم في الدنيا احنا المسؤولين عنه، هم ملهمش دعوه. بالظبط. هم اللي ما قرروش انهم يجوا. بالظبط. احنا اللي قررنا ان احنا نجيب اطفال. مظبوط. بما ان احنا اللي قررنا ان يبقى عندنا اطفال يبقى احنا اللي نتحمل كل المسؤوليه وكل التعب وكل المشكلات اللي ممكن تحصل. لازم اكون عارف ان انا السبب فيها مش هو مش الطفل. مظبوط. فلما بيكون عندي القناعه دي ما ينفعش بقى ان انا اجي على الطفل واقول له انا بشتغل عشانك، هو ملوش دعوه. هو ما قالكيش تقحتيني عشان تشتغل عشاني. بالظبط. فمهم قوي يكون ده مبدا في الاول، ده هيخليني في حاجات كتير جدا ما اقولهاش للطفل. دي حاجه. الحاجه الثانيه المرحله العمريه للطفل. انا ممكن اقول للطفل اللي في اعدادي مثلا او اللي في ثانوي انا ظروفنا الاقتصاديه ما تنفعش اللي انت بتعمله ده، احنا فعلا بنتعب، احنا فعلا لازم نبذل مجهود عشان نوفر النواحي الماديه، فممكن تتنازل عن بعض الماديات اللي انت عايزها اعدادي وثانوي. لكن ما جيش في طفل في ابتدائي بقول له الكلام ده. عشان ده كده هو مش مستوعب، هو مش فاهم، هو كده هيحس، هو هيحس بالحرمان. ان انت بتحرمه نفسه مثلا يشرب حاجه مثلا من الكانتين وانت تقول له لا احنا معناش فلوس اصل احنا مش قد الموضوع ده. هو مش فاهم. لكن ممكن اعمل ده في السن في المرحله العمريه الاكبر. فمهم قوي ابقى عارف انا المرحله العمريه بتاع الطفل. عايز اقول لك ان الاطفال في سن سنه وسنتين نبره صوتك، النبره يعني بعيدا عن الكلمات، نبره صوتك نفسها بتاذي الطفل. يعني لو انت اتكلمتي مع الطفل بتلوميه بعنف شديد في نبرة الصوت وتكسيرة وش، هو بيبقى خايف وبيطلع شخصية جبانة. من غير ما تقولي ألفاظ، اهو يعني هو مش فاهم الكلام لكن هو شايف وشك وسامع نبرة صوتك.
فده بالنسبه لسن الطفل سن سنتين. اما ابتدي الطفل بقى يدرك الكلمات او يفهم الكلمات والجمل اللي انت بتقوليها، اكتر كلمه طبعا ممكن تتعب الطفل نفسيا اغور من وشي قدام دلوقتي. طبعا دي كلمه مزعجه جدا للطفل. جدا يعني ايه اغور من وشي؟ هو عارف ان الكلمه دي وحشه قوي. يعني انت مش عايزه تشوفيه خالص. هو لا وهي ما بتتقالش غور من وشي بالراحه، هي بتتقال باداء كمان يعني. بالظبط، نبره صوت وتبشيره كل حاجه. مظبوط مظبوط. فطبعا دي بتاثر سلبي جدا على الطفل 4 و5 6 سنين. دي بتبقى يعني صعبه جدا. او انا يا ساتر انا بكره اليوم اللي انت جيت فيه. صعبه. صعبه قوي. انا بقولها طبعا ممكن وانا متنرفزه او الاب متنرفز، لكن ده يعني دي بتسيب يعني اثار في شخصيه الطفل قد تمتد يمكن يبقى كبير في السن كمان ويعجز. في بعض الاباء والامهات يقول لك طب ما احنا اتربينا بالطريقه دي وما حصلناش حاجه يعني، بالرغم ان انا بشوف او كنت لسه هقول لحضرتك بالرغم ان انا بشوف ان هم مليانين بالعقد والمشاكل، بس هم اللي مش عايزين يصرحوا نفسهم. طبعا دي حقيقه. انا عايز اقول لك ان انا يعني من خلال تجربتي في مجال التعليم وخلال تجربتي في التنميه البشريه وانا طبعا في بعض قصص علم النفس، من خلال تجربتي كنت دايما اما بشوف عندي طفل فيه مشكله بقابل الام والاب. انا في بعض اولياء الامور بقابلهم اقول لهم خلاص انا مش هقول لكم ابنكم عنده ايه، لان انتوا اصلا مرضى. يعني انا هحكي اشتكي من الطفل ليه وانتوا اصلا محتاجين تتعالجوا. 3/4 اولياء الامور فعلا عندهم مشكلات نفسيه اكيد، وفعلا هم مش حاسين وبتاثر سلبي على الطفل. هم مش ذنبهم طبعا، لان هم اتربوا غلط، لان هم حصل لهم ضربات وهم صغيرين فخلاص بقت تتشكيل شخصيتهم. بس بعد كده ازاي بيبقوا شايفين ازاي الشخص اللي بيكون مأذي من حاجه نفسيا يا دكتور بعد كده يشوفها عاديه ويبدا يعملها مع ابنه او بنته؟ ما هو يعني في بعض المواقف هو مش حاسس ان هو مأذي، هو حاسس ان دي التربيه العاديه اللي ده الطبيعي. كل الامهات ده الطبيعي، كل الام وكل اب يعملوا كده مع اولاده، مش حاسس ان ده كان غلط في شخصيته او ده كان غلط من الاهل. الا اذا واجه بقى مشكله عميقه جدا في شخصيته وحصل له اضطراب نفسي فبيضطر يروح يعمل علاج مثلا او يعمل مقابله او يشوف حد سوي كويس متربى عادي فهو في نفس المرحله بتاعته فيعرف ان هو عنده اضطراب في الحكايه دي ياخد باله، غير كده ما بياخدش باله. يعني فاهماني؟ طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه مهمه بقى، لما الطفل يكون مثلا مستهتر او شقي شويه او بيعمل حاجات اخطاء تاذيه هو، ايه شكل العقاب الايجابي اللي اقدر اتخذه مع الولاد والبنات طبعا عشان خاطر يعني احد ان الحاجه دي وفي نفس الوقت ما اذيش الطفل نفسيا؟ بصي حضرتك، اولا يعني برضو لازم بتعتمد على المرحله العمريه. ايوه يعني المرحله العمريه الصغيره الطفل وهو صغير هو مش فاهم ده مؤذي او مش مؤذي، يعني الطفل يحط ايده في الكهرباء ده ما تنفعش تضربيه لان هو مش فاهم، ولا تعالي تزعقيله حتى لان هو مش فاهم ان ده كهرباء او مش فاهم ده غلط. هو ما بيبقاش زعيق يا دكتور ده هي بتبقى صرخه. وهو بيجري ناحيه الشباك وهو بيجري ناحيه الكهرباء وهو بيشد سكينه من الماما طبعا، ما هي الست لازم اكيد هتتخض فلازم هتصرخ يعني عشان طبعا يعني هي دي بقى الفكره. فالمفروض ان في كل مرحله عمريه اسلوب لتعليم الطفل. اولا انا كأم ابادر بتعليم الطفل وهو صغير المخاطر. يعني ان انا يعني امسك ابتدي الطفل بعد سنتين ابتدي اما ما عند الكهرباء واقول له غلط ودي واقول له انها ممكن يتعور وممكن يتجرح والسكينه يعني في اساليب تربويه للاطفال اقول لهم ازاي الحاجات دي فيها خطوره. انت عارفه اقول لك حاجه غريبه جدا، الستات بتوع زمان انا شفتها بعيني بس عرفتها بعد كده انها طريقه تربويه. في حاجه اسمها الطريقه بتاع الجيشتالت اللي هي اسمها ايه بقى؟ ان انا اعلم ابني بالتجربه. اوكي. ازاي؟ كانت الجده تجيب الطفل اللي بيحب يجري على الشاي والقهوه السخنين. فكانت الجده تجيب بايد الطفل وتروح حاطاه في شوا سخن. يوم ايه؟ يصرخ. يتلسع. طبعا ما يقربش من كوبايه الشاي تاني. بعد كده بعدين بتقعد تقول له ده غلط وده بيحرق وده، فخلاص الطفل هو فيها هي مؤلمه. انا مش طبعا حط ايدي في النار ولا في الكهرباء، لكن انا عايزه اقول ولا اجرحه بسكينه. بالظبط. لا طبعا يعني مش قصدي، انا قصدي دي كانت طريقه بيعملها الاهل زمان.
انا طبعا انا مش عايزه اعمل كده، لكن انا ممكن اجيب حاجه كوبايه دافيه شويه واحط ايده عليه عشان يعرف ان ده سخن ممكن يضايقه، وده بارد وده ساقع وده تلج. ده دي احد الطرق. ما حدش يقول ان انا يعني ايه بقول طريقه معينه، لا، انا قصدي اقول ان الطفل لما يمر بتجربه انا كأم انا اللي اخلق التجربه دي. طب مرحله اخليه يمر بيها بنفسه. طب مرحلة ابتدائي ومرحلة اعدادي ومرحلة النقلة ما بين ابتدائي الاعدادي بقى دي مرحلة تانية خالص، وخاصة في الفترة اللي احنا فيها، لانه المرحلة العمرية بتاعت المرحلة المراهقة اتقدمت شوية، بقت من 9 سنين، فبقوا الامهات والاباء مش عارفين دلوقتي، الاباء والامهات مش عارفين يتعاملوا ازاي مع هو انا كبير وانا حر، ولا انا لسه صغير في ابتدائي ولا ايه، وبعدين بيبقى في حاجات غريبة، فاحنا مش عارفين نتعامل ازاي مع الاخطاء اللي ممكن تكون بتحصل، وفي نفس الوقت برضه ما اثرش على نفسية ابني، ايه العقاب الصحيح؟ بص حضرتك، المراقبه من 8 او من 9 ليه؟ بسبب التقدم التكنولوجي، مظبوط، بسبب ارتباط الاطفال بوسائل التواصل الاجتماعي، متطلعين على حاجات اكبر من سنهم بدري قوي، فاصبحوا هم، لكن هم لسه اطفال من جوه، يعني هو حتى النمو البيولوجي اللي جوه لسه 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 في مرحله الطفوله، مظبوط. فالمفروض ان انا كولي امر ان انا اشوف ابني او بنتي ايه اللي شددها ناحيه التكنولوجيا، ايه هي المعلومات اللي بتبقى عايزه تعرفها، ايه هي الحاجات اللي بتسعى انها تعرف. المفروض ان انا احنا ما بقناش في وقت ينفع اسيب الاطفال لوحدهم يتربوا لوحدهم. طبعا مفيش ما بقاش ينفع اب او ام دلوقتي يربوا اطفال عشان يبقوا كويسين وهم مش على درايه بكل التطورات التكنولوجيه اللي بتحصل. صح، ما ينفعش انا ابقى ام او اب ما اعرفش التيك توك بيعملوه ازاي، والمش عارفه التليجرام والمش عارفه كل الوسائل التواصل اللي كنا على علم بيها، واعرف ادخلها واعرف اراقبها واعرف اقفلها على اولادي، واعرف اعمل برنامج الحمايه على اللابتوب وبرنامج الحمايه على التليفونات، وفي حاجه اسمها برنامج الحمايه العائلي ان انا ابقى رابط موبايلي بموبايل ابني او بنتي، ابقى عارفه بيخش على ايه. ما بقاش ينفع التربيه من غير الكلام ده. ومن هنا بقى كمان مهم قوي، كمان معلش حاجه مهمه قوي، اني لازم اكون عارفه كل اصدقاء او صديقات ولادي باهاليهم. ما انكش اقول لك بقى لازم باهاليهم باهاليهم، ايوه لازم طبعا، كل الاهالي بينا تواصل طبعا، علشان في بعض الاولاد يحب يحكوا لاهاليهم، وفي اولاد ما بيحبوش، بتحكوش حاجه خالص، ما بيحكوش حاجه خالص، فالام طبعاً اللي ولادها بيحكوا لها تتواصل مع الام اللي الولاد ما بيحكوش عشان يقدروا يحلوا مشاكل صح بتاعت اولاد بيقعدوا فيها بيقعوا فيها. طبعا يا دكتور، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور بوسين عبد الرؤوف الخبيره التربويه، والحقيقه كلام مهم جدا جدا فعلا لازم ناخد بالنا منه. ومن الاخر كده، فكره ان احنا كمان لازم نعرف اهالي ولادنا، اهالي اصحاب ولادنا واصحاب ولادنا، ده شيء مهم جدا 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 لابعد الحدود، خاصه في المرحله العمريه احنا بنتكلم فيها اللي هو من سن 8 سنين لحد بقى بنكمل 20 سنه، يعني احنا الموضوع طول معانا جدا جدا. يمكن اهالينا كان حظهم احلى مننا شويه في انه احنا مرحله المراهقه بتاعتنا بدات متاخر، يعني 13 و14 وكده، عشان الدنيا كانت مقفوله علينا شويه. انما دلوقتي من سن 8 سنين ولاد بقوا يقولوا احنا احرار واحنا كبرنا، احنا عايزين ومش عايزين، فاحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده جدا، ناخد بالنا من ولادنا وناخد بالنا من الكلام اللي بنقوله لولادنا اللي ممكن يأذي ولادنا نفسيا ويقعد معاهم العمر كله.